السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المصريين يا رب بخير وسعادة دايما. النهاردة 6 أكتوبر، ربنا يعيده علينا كلنا بخير وسعادة دايما يا رب. المشكلة الفترة اللي فاتت زيادة الميديا، زيادة السوشيال ميديا، المنتديات النسائية، صراحة زي ما أفادت ضرت، وزي ما في ناس عندها خبرة وبتتكلم على المواقع دي وعلى المنتديات دي، في ناس ما عندهاش خبرة وبرضه بتتكلم. والمشكلة إن الستات المصريين أو كمصريين عموما بناخد معلوماتنا من أي حد غير الطبيب. يعني جبت المعلومة دي منين؟ أنا شفتها على النت. حضرتك جبتي الكلام ده منين؟ أصل بنت خالتي قالت لي، أصل ماما قالت لي، أصل عمتي قالت لي. كله إلا الطبيب. ده حتى العلاج أنت بتكتبه وبتروح الروشتة للصيدلية بيتغير تماما، علاج بيتاخد عشان بس انا مثلا واحده صاحبتي خدته واتحسنت عليه، مش عشان الدكتور كاتبه. وبالتالي احنا فكرنا نعمل البرنامج ده. طب ايه فكره البرنامج بتاعنا؟ احنا مش هنقدم بس ثقافه طبيه زي اي برنامج طبي، لا، احنا هنبدا نشرح واحده واحده. يعني ايه هنبدا نشرح واحده واحده؟ نبدا نشرح لك كانك طالبه في كليه الطب او طالبه في كليه التمريض. مش بس هتبقي عارفة المعلومة، ده انت هتبقي عارفة تفاصيلها. بعد كده لما تتكلمي او لما تسألي تبقي فاهمة انت بتسألي على ايه. لما المعلومة تتعرض عليك تبقي عارفة تفاصيلها. وبالتالي هنبدأ ان شاء الله مع بعض كل اسبوع مع برنامج انت الطبيبة، عشان في الاخر نوصلك ان انت تكوني فعلا، مش هنقول بخبرة الطبيبة بس، فاهمة ازاي تتكلمي مع الطبيبة بتاعتك، فاهمة هي بتقولك ايه. مش أي حاجة حد يقولها لك تصدقيها، تاخدي معلوماتك الموثوقة من الأطباء فقط. هنبدأ إن شاء الله بداية من النهاردة واحدة واحدة، كأننا في درس خصوصي. كل أسبوع هناخد موضوع نشرحه من ألف ب لحتى النهاية، لغاية ما نوصل لمعلومة مفيدة وتبقي فاهمها. ناخد فاصل ونبدأ إن شاء الله. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ زي ما بنبتدي في كلية الطب أو كلية التمريض، لما نبدأ نشرح لطالب سنة 5 طب أو 6 طب تخصص النساء أو علم النساء. بنبدأ من إيه؟ بنبدأ من التشريح أو من الأناتوم. بنبدأ نعرف واحدة واحدة الجهاز التناسلي بيتكون من إيه؟ لأني بصراحة وبأمانة أنا بتصدم كتير، في ناس كتير لغاية دلوقتي ما تعرفش حاجات مهمة في الجهاز التناسلي، ودي بتسبب كوارث الصراحة. واحدة واحدة كده هنقول الكوارث دي في شكل ايه. عايزين نبدأ نعرض الصورة ونبدأ واحدة واحدة مع بعض. طيب تمام. الجهاز التناسلي عموما بيكون من جهاز تناسلي خارجي والجهاز التناسلي الداخلي. احنا النهاردة هنتكلم على الخارجي، وهنبدأ نعمل أو نلقي الضوء على بعض النقط. أهو بانت الصورة قدامنا، الصورة مبسطة جدا ما فيهاش أي تعقيدات، وبدون دخول في أي تفاصيل ما تهمكيش. فوق العانة، بعد كده الكليتوريس أو البذر بالعربي، شفتين داخليتين، شفتين خارجيتين، فتحة المهبل، العجان أو المنطقة اللي بين المهبل وفتحة الشرج، بعد كده فتحة الشرج، في غدة اسمها غدة برسولين. ايه ده؟ غدة برسولين دي مش مرض؟ لا، دي مش مرض، دي غدة موجودة عندك، غدة موجودة اصلا وليها وظائف معينة هتكلم عليها. هبدأ بأول حاجة البذر او الكليتوريس، وهلقي الضوء على مشكلة كبيرة جدا. بالرغم ان هو الموضوع ده بقى مجرم، يعني نزل بيه قانون جرمه وبعد كده القانون كمان بيتعدل عشان يقلص العقوبة، واحنا مصممين نعمله، اللي هو ايه؟ ختان الإناث. هو اسمه ختان الإناث؟ انا صراحة مش مقتنع بكده، ومفيش حد مقتنع بكده، مفيش اصلا ختان للإناث، الختان للذكور. امال نظام الصحة العالمية سميته ايه؟ سميته التشويه للجهاز التناسلي الأنثوي، وده فعلا
الاسم اسم على مسمى، هو مجرد تشويه. طب ليه بنعمل التشويه؟ عشان دين؟ لا، انت مش فاهم في الدين، اللي بتعمل كده ما انتش فاهم. انت بتبوظ مش بتصلح. انت لو تعرف حجم المشاكل اللي بتنتج عن هذا قد ايه مش هتعمل كده. السنه اللي فاتت في محافظه من محافظات الصعيد وتحديدا اسيوط، طفله عندها 12 سنه توفت اثناء عمليه التشويه، مش هقدر اقول الختان تاني، اثناء عمليه التشويه نزفت لحد ما توفت. طب احنا استفدنا من كده ايه؟ يعني الاب ده انت استفدت من كده ايه؟ بنتك ضاعت وانت اتحبست. والمشكله ان احنا ما زلنا في قرى كتير في مصر وفي اماكن كتير لما الموضوع اتجرم، والاطباء الحمد لله بطلوا يعملوه فهما وتقديرا للمجتمع والقانون، بدأت الناس تجيب ما يسمى بالدايات في البيت عشان تعمل كده للبنات. مصممين يعملوه بدافع ديني. للأسف للأسف مش فاهمين يعني ايه دين، لأن دار الإفتاء طلعت فتوى بتحريمه كمان. يعني تخيل انت بتعمل حاجة مجرمة ومحرمة ومصمم تعملها. طب ايه مشاكل الختان؟ الختان صراحة كله مشاكل، أو التشويه ده كله مشاكل. أولا النزيف، زي البنت بتاعت أسيوط دي اللي توفت بسبب النزيف. تاني حاجة العدوى اللي ممكن تحصل بسبب استخدام الحاجات الغير نظيفة، احنا بنقول بتتعمل في البيوت. تخيل يعني حاجة زي كده بتتعمل في البيوت. انت بتخيل ان اصلا البذر ده ليه شريان كبير كده بيمد لوحده، ممكن الشريان ده يتفتح يعني يصفي دم البنت في الارض في خلال دقايق، متخيل؟ العدوى، العدوى دي يعني ممكن هتلاقي بعد كده بقى طلع خراج في مكان، تقيحات في مكان، ومشاكل بقى. طب ايه بعد كده؟ او الكلام بقى اللي انا شفته كتير صراحه هو التشويه الموضعي. ساعات كنت الاقي بنت معمول لها الموضوع ده، واللي عمل كده شايل شفه واحده من الشفتين الداخليتين، فالتانيه حصل لها تضخم، تضخم لدرجه ان هي بقت نازله بين رجلين البنت بتعوق حركتها، بتعوق حياتها. والبنت مسكين عايشه كده، لانها حتى مش هتقدر تدخلها تعمل لها تصليح، لان الموضوع بقى مجرم. كل المستشفيات بقت خايفه من القصه دي، وتعيش المسكينه كده. ده ان قالت يعني، لكن في مساكين كتير بتعيش من غير ما هي اصلا تقول على المشكله اللي عندها. تاني مشكله، ساعات المكان اللي اتشال ده يعمل تليف او يعمل كيس ويسد مجرى البول تماما، وتخش البنت كل شويه في احتباس بولي ومشاكل. غير بقى لما تتجوز ممكن يبقى في مشاكل من الناحيه الجنسيه، اجرك الله بقى منها. فيا جماعه لو سمحتوا، لو سمحتوا احنا بالنادي هنا من شاشه الصحه والجمال، يا ريت نرجع لعقلنا ونرجع لديننا. كده مش هينفع، لا هو دين ولا هو اخلاق ان انت تشوه بنتك او ان انت تضرها في كل حياتها، ده غير الصدمه النفسيه اللي بتتسابع عندها طول حياتها. ده بالنسبه للبذر او الكليتوس. تاني حاجه عايز القى الضوء عليها، غده البرسولين. غده البرسولين هي غده موجوده اصلا حوالين فتحه المهبل، ووظيفتها انها تعمل افرازات ملينه ومرطبه لفتحه المهبل. طب المشكلة ساعات بيجي لنا كتير ناس زي قصة حب الشباب كده، القناة بتاعت الغدة اتقفلت من الإفرازات، فبالطبع بعد ما اتقفلت السكة اتقفلت قدام، فورا بدأت تحوش إفرازات لغاية ما عملت كيس. عملت كيس برضو الست بصت لقيت في حاجة تضخمت، قالت لك مفيش مشكلة ده ما بتوجعنيش مش هعمل حاجة. طب بعد كده طبعا الإفرازات اللي اتحبست دي يحصل عليها عدوى بكتيري، فيحصل ايه؟ يحصل خراج. تيجي لك بقى خلاص سخنه مش قادره تتحرك، الالم شديد جدا، وساعتها لازم نضطر للتدخل الجراحي. احنا مش مضطرين نعمل كده. حضرتك في غدتين حوالين فتحه المهبل تقريبا عند الساعه 5 او الساعه 7، يعني في الجزء اليمين والشمال من تحت، دول مسؤولين عن تكوين الافرازات المرطبه حوالين فتحه المهبل.
لما لو حضرتك حسيتي بأي تضخم في الجزء ده على طول تتجهي للطبيب علشان يديك العلاج المناسب بدري بدري، بدل ما الموضوع يتطور لمضاعفات خراج او كيس كبير وساعتها يبقى لازم جراحه. دي غده برسولين. غده هو سموه برسولين ليه؟ هو راجل اللي اكتشف الغده دي عالم دنماركي اسمه برسولين. طيب تمام. ثالث حاجه عايز اتكلم عليها، ثالث حاجه هي فتحه المهبل. قد يبدو كده ان الموضوع بسيط. يعني ايه بسيط؟ فتحه مهبل ايه يعني؟ انت هتقول لنا حاجه ما شفناهاش قبل كده. للاسف في بنات بتفضل من غير فتحه المهبل لغايه الجواز وامهاتها بتجوزها كده. للاسف بجد شفناها كتير. عشان كده احنا بنقول ان مش كل الناس شافت الصوره دي قبل كده، وكل الناس مستوعبه الصوره دي قبل كده. ده في ناس ما تعرفش اي حاجه، في ناس بتعيش وتموت كده، بتتجوز وتخلف بس بيعيش مش عارفه اي حاجه عن نفسها. شفنا كتير اصلا الناس عن مع يعني في بنات ما عندهاش الجهاز الداخلي للانثى وفتحه المهبل دي مقفوله، والموضوع ده بيكتشف بعد كده، بعد ما تتجوز، بعد ما تتجوز كمان بشويه يعني. طيب على برضو عايز اتكلم في نفس القصه من ناحيه الولاد. في امهات بتسيب الذكور كده مثلا بخصيتين معلقتين مش واخده بالها. تخيل يعني المفروض الخصيتين دولت يعني يالف في جهاز تناسلي للذكر او للولد. انا شفت حاله ماساويه، ثلاث ذكور من اسره واحده، يعني ثلاث ولاد الاخوات الثلاثه عندهم خصيه معلقه، الخصيتين معلقتين، ويكتشف الامر امتى؟ بعد ما يتجوزوا ويحصل تاخر في الانجاب. فلما يعملوا تحليل سائل منوي يطلع زيرو حيوانات منويه، يكشفوا عند طبيب الذكوره يطلع ان الخصيتين معلقتين. طبعا خصيتين معلقتين بعد وقت معين لو ما تعملهمش تدخل جراحي في الطفل من هو طفل ونزلوا بالجراحه، خلاص وظيفتهم اتدمرت تمام، مفيش انتاج للحيوانات المنويه بعد كده. فالثلاث ذكور بهذا المنظر، يعني ثلاث ذكور يجوا كده، حد متخيل المأساة؟ نسل عائلة كده بحاله انقطع، وثلاث أسر اتدمرت بسبب أم زمان كانت بتشوف ومش واخدة بالها ومش فاهمة يعني إيه خصيتين، ومش واخدة بالها هم نازلين ولا مش نازلين، والثلاث شباب اتدمروا ومعاهم نسل الأب طبعا اتدمر كده بحاله. فيا جماعة عايزين نفهم ان مش على قد المعلومه هي بسيطه، بس في ناس حقيقي ما تعرفهاش. فتحه المهبل خدي بالك هي موجوده ولا لا، خدي بالك لو البنت ما جالهاش دوره بعد سن معين لازم تتجه للطبيب، حتى لو كل حاجه كل البوادر باينه ان هي بنت طبيعيه، بس ممكن برضه في حالات ما هناخد بعد كده ان شاء الله بالتفصيل كده في انواع غشاء البقاره، هنشوف ان في نوع مقفول تماما، مفهوش أي منفس إن الدورة تنزل، والبنت كل شهر في ميعاد الدورة تفضل تتألم، وقول لها دي قربت لغاية ما تجيلك بالمأساة بعد سنتين ثلاثة باحتباس بولي. ليه؟ لأن الدم فضل يتجمع في المهبل لغاية ما قفل قناة مجرى البول تماما، وبتبقى ساعتها بقى حالة جراحية طارئة، لازم ساعتها التدخل الجراحي، تبقى مشكلة كبيرة. فعلى قد ما المعلومة بتبقى مبسطة تاني، فإحنا لازم ناخد بالنا من الأساسيات بتاعة التشريع. في حاجة تانية اللي هي غشاء البقرة. غشاء البقرة هنعمل له حلقة مخصصة لوحده خالص، لأن الكلام فيه كتير جدا. بس أنا عايز بس أنوه عن حاجة، إن هو غشاء البقرة مش موجود على فتحة المهبل على طول. غشاء البقاره موجود بعد خمس المهبل الخارجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقريبا من سنتي لاتنين سنتي لجوه. ودي حمايه الهيه او حمايه ربانيه. بتجي لك كتير سيدات البنت وقعت من على العجله، وقعت من على السلم، وانا شفت مش عارف شويه دم نزلوا، وبيجوا يعني في حاله من الخوف الفظيع. فانت بتبص بتلاقي مفيش تقريبا حاجه حصلت، الحمد لله ان هو موجود لجوه ربنا حاميه، مجرد بس ان الجزء الخارجي ده ممكن يكون مغدوش او حاجه. فدي معلومه بس اللي حبيت اكد عليها، ان تاني
البقاغة مش موجود على فتحة المهبل على طول، موجود بعد خمس المهبل الخارجي يعني سنتي إلى 2 سنتي لجوه. ناخد فاصل إن شاء الله وبعد كده نبدأ نستقبل الاتصالات. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنبدأ نستقبل إن شاء الله اتصالاتنا واحدة واحدة كده مع بعض ونجاوب إن شاء الله على الاتصالات. نبدأ بسم الله. لو مفيش اتصال جاهز ممكن نكمل الموضوع شوية، مفيش مشكلة نكمل. تمام، نجيب الصورة تاني كده. تمام. في نقطة برضو كنت عايز اتكلم عليها اخر حاجة، المنطقة اللي بين فتحة الشرج وفتحة المهبل دي اسمها العجان او البرينية. العجان او البرينية، بس في معلومة بسيطة ان المسافة دي مش طويلة، المسافة دي قصيرة جدا. فلو لقيت البنوتة الصغيرة بدأ يجي لها التهابات في فتحة المهبل أو بدأت تهرش كتير، فلازم أول ظن ما يبقاش إن في مشكلة هنا، لا ممكن تبقى في ديدان جاية من فتحة الشرج وقدرت تزحف المنطقة العجان اللي هي القصيرة جدا وتطلع عند فتحة المهبل تعمل فيها التهابات. يا ريت بس كلنا ناخد بالنا من القصة دي، هو إيه اللي هيخلي بنت صغيرة يبقى عندها مشكلة حوالين فتحة المهبل اللي هي سايلنت أو ما فيهاش مشاكل تقريبا، ولازم ناخد بالنا من القصة دي. فعلى طول أي التهابات حوالين فتحة المهبل عند البنوتة الصغيرة لازم نعمل تحاليل براز وتحاليل بول متكررة عشان نشوف قصة الديدان دي وتتعالج كويس. دي القصة بتاعت العجان اللي كنت عايز أأكد عليها. تاني لازم ناخد بالنا من التكوين التشريحي كويس، لأن كل حاجة أنا قلتها ليها أهمية واللي بنقابلها في حياتنا كتير. قصة فتحة المهبل زي ما قلنا شفنا كتير ناس يعني اتدمرت بسبب إن الأهل ما خدوش بالهم إن الفتحة مش موجودة. إن شاء الله هنبدأ واحدة واحدة كده، نطلع بقى الجهاز من فوق ونبدأ ناخد قناة المهبل نفسها وندرس تشريحها ونشوفها تكوينها عامل إزاي وقد إيه إن هي سبحان الله عبقرية. سبحان الله يعني فيها من المعجزات ما فيها، بتقدر تتمدد من تقريبا قطر صغير جدا لدرجة إن هي تتسع نزول جنين، وساعات تبقى جنين يعني 4 5 كيلو، مش حاجة صغيرة. تخيل يعني الحاجة الصغيرة دي تقدر تتمدد كده وتستوعب ده كله، لأن فيها سبحان الله في الخلايا بتاعتها كلها ثنايات جوه بتقدر تتمدد للحجم الكبير ده. فوق قناة المهبة هيبقى موجود الرحم. الرحم زي بعد كده هنعرف ان هو ليه أربطة، ليه 6 أربطة في الحوض، مش موجود سايب كده أبدا. ليه رباطين ورا مغدين من عمق الرحم لغاية عظمة العجز اللي في أسفل العمود الفقري. وبالتالي يعني في بعض المشاكل في أمراض النساء زي التهابات عمق الرحم على طول تلاقيها بتسمع في الظهر، يعني تلاقي وجع ظهرك ده مش مشكلته عظام خالص او مشكلته ان في حاجه في عظمك، لا ده نظريه الريفيرد بي او الالم اللي بيسمع من حته لحته. في رباطين لقدام ماسكين من جسم الرحم برضه العظمتين الحوض من قدام، وبرضه ده تقريبا الوجع اللي انت بتحسيه في اول 3 شهور من الحمل. الرحم كل ما بيبدأ يكبر الأربطة دي بتشد على عظم الحوض وبيحصل الوجع ده. وفي رباطين في جنب خالص مثبتين الرحم في جوانب الحوض. ده بالنسبة للرحم، احنا إن شاء الله هندرسه واحدة واحدة الفترة اللي جاية بإذن الله. في برضو معلومات كده عايز أقولها بالنسبة للخزعبلات الطبية للسيدات اللي بدأت تمسكها يعني. فأنا بتفاجئ مثلا داخلة عليك
احنا عايزين مثلا في الحمل نزود من اكل الحاجات اللي فيها كالسيوم وفيتامين د، تقول لك لا انا ماما قالت لي اوعي تاكل بيض علشان الزلال. بيض ايه وزلال ايه؟ انت ما تعرفيش ان الزلال ده اصلا بروتين موجود في دمك. الزلال ده حاجه، ده بروتين رباني موجود في دمك، ده ليه وظايف كتير. وان مشكله الزلال ده لما يكون ناقص في دمك مش زي، امال البيض بالزلال يعني، لو كان البيض فيه بروتين يبقى هو هيخش في دمك على طول، ده مفهوم خاطئ. فاحنا ان شاء الله واحده واحده باذن الله هنقدر نكسر المفاهيم الخاطئه دي مع بعض باذن الله في الحلقات اللي جايه. لو في اتصالات ناخدها، مفيش نطلع فاصل ان شاء الله، مفيش مشكله. تمام، رجعنا لكم تاني ان شاء الله، المفروض هنبدا اتصالاتنا. طيب تمام، الاتصال بيجهز. هنتكلم برضو في قصه المفاهيم الخاطئه. لازم يا جماعه ما ناخدش معلومه من اي حد، لازم المعلومه من المختص. يعني انا لو دكتور نسا وجيت اديتك معلومه في المخ والاعصاب، على قد ما احنا لينا درايه بكل حاجه، بس لازم تتاكدي برضو من طبيب المخ والاعصاب. دي مشكلتنا، عدم الاحترافيه، كله بيتكلم في كله. دكتور الباطنه يقدر بسهوله جدا يغير في علاجك، ما دام هو طبيب العيله دي وهو اللي متابع الحالات دي، بالرغم ان هو بيغير في علاج النساء بتاعك بدون وجه حق، بس عشان هو الناس شايفينه مثلا اكبر سنا، يعني بيكشفوا عنده من قبلك، بيقدر يغير. الصيدلي للاسف في بعض المناطق محتل دماغ الناس، الروشتة بتاعتك بتتغير بمنتهى السهولة. كورسات العلاج اللي هي نازلة معتمدة من CDC وموجودة في كل الكتب وموجودة في كل المراجع وفي الأبحاث، الصيدلي بمنتهى السهولة يقدر يقنع السيدة اللي قدامه إن العلاج اللي الدكتور كاتبه لك ده تقيل عليك. تخيل، يقدر يقنعها ان هو لا مش ده خالص اللي انت المفروض تاخديه في الوقت ده. ده العلاج اللي كاتبه لك دكتور النساء اللي انت بتتابع معاه الحمل خطر على الحمل، ده ممكن يعمل لك مشاكل في الحمل. تخيل يعني، انت المفروض بيترجع لك في كل العلاجات بتاعت الحوامل، ممكن صيدلي يقنع سيده ان انت الروشته اللي انت كاتبها دي فيها علاج بيضر الحمل ويوقف لك كورس العلاج، وبالتالي نتائجك كلها باظت مع المريضة بسبب فكر الصيدلي. لو سمحتم عايزين بقى يعني نمشي بمنطق علمي شوي. انت كشفتي عند فلان واثقة فيه، خلاص لو سمحت نفذي روشته. قولي للصيدلي كده، لو سمحت انا مش عايز افتى، انا كنت عند الدكتور وفهمني كل حاجة، مش مطلوب منك ان انت تقعد تغير في العلاج. عندك معلومة يعني احتفظ بيها لنفسك، لانها غالبا معلومه خطا او راجعها. فخلينا ناخد بالنا من القصص دي لو سمحتم، عشان احنا تعبنا من قصه الفتي في غير الموضوع. لسه برضه مش جاهزين. اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، اتفضل. بس حضرتك يا دكتور، انا عندي المدام، انا والده يعني سنها 35 سنه، تمام، جابت بطنين، وبعد كده حضرتك في المنطقه اللي بحثت فيها الطهاره دي حصل تضخم، تمام، يعني في حجم الليمون الملح كده، ده ايه حضرتك؟ تمام، ده ما كانش موجود قبل كده وظهر؟ لا مش موجود. والولاده كانت طبيعيه ولا كانت قيصريه؟ لا عامله عمليه، ثلاث عمليات قيصري. لا يعني ما حدش جه تقريبا ناحيه المنطقه اللي تحت دي؟ لا لا لا، هو حصل تضخم كده. حقيقة حضرتك هي في المنطقة اللي بحصل فيها الطهارة حضرتك. أيوه تمام. حصلت يعني طرية كده في حجم الليمونة، مش ناشفة ولا حاجة. تمام. طبعا موضوع الأكياس اللي موجود في جهاز التناسلي عموما، زي كيس غدة بارسولين أو كيس الباظف، دي حاجات مشهورة جدا. يا ريت بس حضرتك ترجع للطبيب النساء
اللي والدها او حد يعني غير مختص لو هو مش موجود يقدر يبص عليها يقيم الموضوع، لان بعد كده اي كيس دي كيس دي مشكله جراحيه، يعني اي ماس او كيس حاجه موجوده في المنطقه دي دي مشكله جراحيه لازم تتعالج جراحيا عشان ما تفضلش كده، ممكن بعد كده تقفل فتحه البول وتبقى مشكله او يحصل عليها التهابات او عدوى وتبقى بعد كده تسبب مضاعفات احنا في غنى عنها. مفيش مشكله. في اي اتصال تاني؟ طيب تمام. زي ما قلنا موضوع الفتوى في غير التخصص، لازم بعد كده نمشي منطقيين. انا عندي دكتور باطنه احترم الكلام اللي قاله، ما ارجعش اغير العلاج بتاعه. عند دكتور القلب احترم الكلام اللي مكتوب وامشي على التعليمات. مش هيجي اي حد مثلا دكتور مثلا اطفال كتب جرعه معينه للمضاد الحيوي ويجي مثلا ايه مامتك ولا خالتك، لا ده العلاج ده ايه ده؟ العلاج ده تقيل قوي على الطفل. يا جماعه طب انتوا احنا ليه بنعمل كده؟ يعني احنا ليه بنسمع لحد غير متخصص اكتر من التخصص؟ ما هو ده اللي مودينا في داهيه صراحه. ونرجع بعد كده نلوم ان هو مفيش تحسن في العلاج، ما انت ما نفذتيش العلاج. يعني ليه في الاخر بتقولي ان الطبيب انا خدت روشته وما استفدتش بيها؟ ما انت اصلا ما نفذتهاش. الواحد ساعات كتير بيكتشف ان هو كتب العلاج وبعد اسبوعين في تحسن، لا طب وريني كده العلاج اللي جبتيه. بصراحه ما جبتوش. طب عايزه بقى تحسني ازاي؟ يعني برضه احنا يعني الحمد لله مع الخبره الواحد بدا يراجع العلاجات مع العيانين، مش مجرد حسنتي لا يبدا يفكر في حاجه تانية. نفكر مبدئيا هو ممكن ما يكونش اصلا نفذ العلاج، ممكن يكون نفذه غلط، ممكن يكون روح للصيدلي عمل له اداله حاجه تانية، قال له العلاج ده تقيل عليك زي ما بيقول، العلاج ده مش مناسب ليك، وتكتشف ان هو طبعا ما فيش تحسن عشان انت ما اصلا ما نفذتش العلاج. وريني كده فيتاميناتك، لا اصل انا ما جبتهاش. طب انت جبتي الفيتامينات؟ اه. تسالها بقى طب خدتيها؟ لا بصراحه خدتها يوم وبعد كده ما قدرتش، دي تقيله قوي عليا، وهكذا بقى. تاخد يعني مع الستات صراحه المصريين بتاخد كميه صدمات يعني كل شويه على دماغك على دماغك، بتكتشف كل يوم مفاجآت عنده يعني كل يوم كده ايه يعني تدي النصايح نصايح نصايح وتكتشف ان مفيش حاجه فيها اتنفذت خالص. يا جماعه مثلا نلتزم الراحه في الشهور المعينه دي مثلا في السابع والثامن، تكتشف مثلا ايه جايه لك بجيب الميه في جيب الميه الامامي منفجر. ليه؟ اصل هي النهارده شالت كنبتين وشالت سجادتين وكانت بتروح. هو دي الراحه اللي احنا قلنا عليها؟ طب اعمل ايه؟ طب اديك هتعملي ايه؟ يعني ادي مستقبل طفل كله في خطر بسبب ان انت ما سمعتيش الكلام. امبارح كان عندي مريضه فيها عامله ربط حول عنق الرحم وفيها على طول الام الولاده المبكره، يعني وقاعدين مثبتينها كده بمثبتات وعلاجات لانها قبل كده برضه كان في اجهاض في الشهر السادس، وتكتشف ان هي دبت مشوار تقريبا 4 كيلو على رجليها عشان تروح تعمل حاجه معينه، فعلى اخر اليوم كان حصل الولاده والربط كان يعمل مشكله اكبر من وجوده. مجرد ان احنا فكينا الربط راح العيل نازل في الشهر التام. طب يعني انتوا بتتابعوا ليه لما انتوا مش هتسمعوا النصايح؟ برضه نيجي على مثلا شم النسيم، نقول يا جماعه بلاش الفسيخ والحاجات دي لان ممكن تعمل مشاكل اكبر من حجمها، اكبر من ان انت بتقولي على نفسي ولا مش على نفسي. وبعد كده نكتشف يوم شم النسيم ده كل الحالات داخله تقريبا بنزلات معويه، واللي داخله سخنه نتيجه لتاثير السموم بتاعت الاسماك المعفنه دي. ف يعني مفيش العيان المصري تقريبا او الست المصريه بتسمع كلام اي حد الا انت كطبيب. لازم بقى نتعلم بعد كده في البرنامج ان احنا واحده واحده كده
نبقى فاهمين فنسمع الكلام. سمعان الكلام مفيد، الدكتور مش هيضرك، انت مش رايحه له عشان يضرك، انت رايحه له عشان يديك نصيحه. هتسمعي النصيحه انت استفدت بمراحل، مش هتسمعي النصيحه كنت قعدت في البيت من الاول وسمعت كلام خالتك او عمتك او مامتك او صاحبتك او 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 اللي انت تسمع كلامهم كلهم دول. لو سمحت نسمع النصايح. ممكن ناخد فاصل لو مفيش اتصال. رجعنا تاني معاكم ان شاء الله. ان شاء الله من الثلاث الجاية هنبدا نتوسع واحده واحده، نطلع لفوق شويه ونبدا ندرس الرحم زي ما قلنا بالاربطه بتاعته، بنشوف الطبقات بتاعته، العضلات وبطنه الرحم وقد ايه هي مؤثره في استقبال الجنين او نزول الدوره، وتتغير ازاي من يوم ليوم طول الدوره الشهريه. ان شاء الله التفاصيل دي معانا واحده واحده كده باذن الله. الفتره الجايه هندرس المبايض، هندرس الدوره الشهريه بتيجي ازاي وبتنتهي ازاي، وازاي بنحسب الدوره، ما بنحسبهاش من اخر يوم، لا الدوره بتتحسب من اول يوم لاول يوم، السايكل هكذا. ان شاء الله زي ما بنقول احنا في درس خصوصي، هنبدا واحده واحده نتعلم مع بعض الفنيات بتاعه النساء والتوليد. مش عايزين زي ما اقول تبقي يعني جهبذ، بس عايزينك تبقي الطبيبه. انت الطبيبه، ما تاخديش معلومات من اي حد، انت اللي تبقي بتدي المعلومه الصح وفاهمه المعلومه الصح. معانا تليفون. الو عم يا دكتور. اتفضل. الله يبارك فيك يا دكتور. كنت عايز اسال بالنسبه للمدام، ان احنا متجوزين هنا 5 6 شهور، وعملت انا تحليل سالمان وطلع العدد كويس والحركه، وبعد كده تابعنا ايام التبويض على اساس يعني يحصل الحدث، ومن شهر 2 اتخرجت 50 يوم او 45، وخدت الدرسام على اساس ينزل الدوره. يعني الدورة عندها بتتأخر عن ال 35 يوم؟ بتتأخر آخر شهرين ثلاثة كانت بتتأخر يا دكتور. تمام. وبعد كده خدت البرشام اللي ينظم الدورة، وبعد كده الشهر ده جتت على 35 ما جتش يعني، فقلنا نعمل اختبار حمل وما طلعش يعني. تمام. الاختبار. فهي خدت علاج يعني هرمون اللبن ممكن يكون عالي شويه، هي طب التحليل اللي تعملها بعد كده وسبب تاخير الدوره دي، بس هل تاخد علاج ولا هي عندها كم سنه؟ يعني في حدود 35 كده. 35 سنه؟ الوزن اخباره ايه؟ في حدود 80 كده. يعني الوزن على الطول يعني مليانه مش ولا طويله؟ وسط جسمها معقولة. طيب تمام. أنا هقول لك هنعمل إيه. هقول لك نعمل طبعا هو بدأ بداية صح إن هو عمل التحليل بنفسه. تحليل الراجل أو الذكر ده ألف في. ألف في في تأخر الحمل الأولي، وألف في في تأخر الحمل السنوي. طب إيه هو تأخر الحمل الأولي؟ اللي هو لسه ما حصلش حمل ولا ولادة خالص. تأخر الحمل الثانوي يعني زوجين حصل حمل في ولادة أو حمل في إجهاض، فده اسمه ثانوي. حصل حمل قبل كده وبعد ما حصل الحمل بولادة أو بإجهاض اتأخرنا. فإحنا في المرتين إن كانت الحالة دي أو الحالة دي إحنا بنبدأ بالزوج، لازم الزوج الأول. ليه؟ التحليل بتاعه بسيط، مش مكلف، مش مجهد، ما فيهوش أي إجهاد لا مادي ولا معنوي، بسيط، بيبين لنا كل حاجة وليه معايير معينة. الراجل اللي عمل بدأ الصح، عمل التحليل بتاعه، بيقول إن الحركة كويسة والسرعة كويسة، وعلى حد أكيد طبيب شافه وقال له المعايير بتاعته كويسة من ناحية السرعة والحركة واللزوجة والأشكال الحيوانات المنوية عاملة إزاي. نرجع لها بقى، هي ممكن غالبا يكون في مشكلة موضوع تأخر الدورة ده بينهم عن حاجات معينة، ممكن تكيس مبايض، ممكن ضعف تبويض وامراض ضعف التبويض الكتير. ناخد اتصال تاني ونكمل بعد كده القصه بتاعت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله. اتفضل. لو سمحت، انا مركبه الاولاد بقالي 5 شهور. تمام. وحالي يعني هو كل شهر كان بينزل الدوره عاديه يعني. تمام. ده نوع الاولاد ايه ولا ما تعرفيش؟ لا مش عارفه نوعه. تمام.
فكل شهر يعني ماشي بننزل الدورة منتظمة، تمام. الشهر ده نزل الدورة وأيامها عادية برضو مظبوط، بس بعدها بأسبوع نزل لي دم. تمام، قعد كم يوم بقى الدم اللي بعدها بأسبوع؟ يعني غاب يومين بس، مش دم جامد بقى، حاجات نزل دم بسيطة. بسيط يعني. حاجات ايه؟ بسيطة، تمام. ايوه حاجات بسيطة، بس في وجع بقى في تحت كده عند السيوة كده. وفي ظهرك في وجع؟ ايوه في وجع من هنا ومن هنا، في من ظهرك من قدام ومن تحت ورا. وفي بطنك من تحت. ايوه تمام، خلاص انا اقول فمش لك. عارفة حضرتك يعني اعمل ايه. تمام. عادة اللولب لو متركب غلط او في مكان غلط او مش موجود فت فيه في بطانة الرحم، المشكلة بتبقى عبارة عن نزيف مع الدورة المنورجيا او زيادة دم الدورة او ايامها. يعني اول دورة هتجيلك بعد تركيب اللولب هيجيلك عنيفة بصورة قوية، وممكن تقعد اكتر من 7 ايام 8 ايام كل يوم نزيف نزيف. دي بنشك اكتر في ان اللولب مش موجود في موضعه او الماتيريال بتاعته مش مناسبة للسيد. لكن هي بتشتكي من حاجة الدنيا كانت ماشية عندها لطيفة وظريفة، وبدأ يحصل ان هو الدورة خدت ايامها العادية خالص، وبعد كده رجع موضوع التنقيط اللي قعد يومين ده. غالبا المشكلة في احتقان الحوض. ايه احتقان الحوض؟ احتقان الحوض لأسباب كتير، أشهرها مع اللولب اللي هو وصول العدوى للحوض. اللولب ما بيعملش عدوى، اللولب بيساعد على وصول العدوى للحوض. راجعي مع الطبيبة بتاعتك تبص على عنق الرحم، تعمل لك تحاليل تشوف فيه فعلا عدوى وصلت للحوض ولا لأ عن طريق اللولب. زي ما قلنا لو في مشكلة في عنق الرحم، التهابات في عنق الرحم، بتسمع على طول في الظهر أو أسفل الظهر. ما بيبقاش مشكلة في الظهر، مشكلة في عنق الرحم إن هو زي ما بنقول في رباطين واصلين من عنق الرحم للعظم الأسفل العمود الفقري. راجع مع الطبيبة بتاعتك شوف في التهابات في عنق الرحم حصلت ولا لأ، اللي ممكن تكون سببت احتقان في الحوض ونزول التنقيط اللي عليه كده. نرجع تاني بسرعة للاتصال الأولاني. الراجل عمل اللي عليه، عمل تحليله. السيدة المفروض هتبدأ تعمل التحاليل الهرمونات بس من غير دورة صناعية. الدورة الصناعية دي ولا ليها أي لازمة، اللي أنت عملتها اللي خدت حاجة تنزل الدورة دي، الموضوع ده كلام فارغ. احنا نستنى الدورة الطبيعية تيجي ونبدأ تاني يوم أو تالت يوم نعمل الـ FSH الـ LH البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن والـ E2 ونعمل معاهم CA 125 ونعمل تحليل الغدة الدرقية تي اس اتش والفريت 3 والفريت 4. نبدأ نراجع الهرمونال بروفايل بتاعها في مشكلة ولا لا، نعمل السونار المهبلي نقيم البيضين في تكيس ولا لا، في أعراض التكيس في زيادة هرمون الذكورة، زيادة الشعر في بعض أنحاء الجسم ولا لا، ده كله هيقيمه الطبيب بتاعها. لو في مشكلة نبدأ نعالجها، يعني لو في تكيس نبدأ فورا فورا إنقاص الوزن. احنا بنقول إن احنا مش هنبدأ مع الزوجين الا بعد سنه، ده لو كويسي، لكن لو اكتشفنا مشكله بدري احنا مش هنسيبها بعد سنه ونبدا نعالج. في مشكله لا تتعالج في وقتها عشان ما نقعدش نستنى. ان شاء الله معاكم كل تلات الساعه 10 صباحا على قناه الصحه والجمال. دكتور امير الحلواني، زميل كليه الجراحين الملكيه انجلترا، اخصائي امراض النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعيه المصريه لامراض النساء والتوليد، عضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم. اشوفكم على خير ان شاء الله الثلاث الجاي الساعة 10 صباحا على قناة الصحة والجمال. سلام عليكم.